على غرار باقي الولايات التي مستها حرائق الغابات، ولاية بومرداس تسجل إخماد 13 بؤرة حريق بعد تسخير معدات بشرية ومادية. عملية الإخماد تمت كليا دون تسجيل أي حالة وفاة. بالنسبة لتسخيرات الحماية المدنية بومرداس، سخرت جميع معداتها المادية والبشرية لهذه العملية. مصالح الولاية نزلت إلى الميدان لمعاينة الأضرار والشروع في التكفل بتعويض المتضررين في أقرب الأجال. الإحصاء بدأت تخرج ميدانيا، وغدا إن شاء الله سوف تمس كل بلدية متضررة لإحصاء حجم أو إحصاء الخسائر من أجل تعويضها من طرف الدولة. نطمئن إذن كل ساكنة هذه البلدية المتضررة بأنه كل مصالح الدولة مجندة لتكون معهم، ولطبعا العمل على تعويض كل الخسائر التي ضاعت منهم. مشاهد تظهر السواد الذي خلفته حرائق الغابات بولاية بومرداس، خسائر في الثروة الغابية حتى وإن كانت قليلة مقارنة بالولايات الأخرى، إلا أن تضافر الجهود لإعادة الحياة للبؤرة التي مستها الحرائق بات ضروريا.